من خوف وخفرة ومنقرع. أنت في كلمة محمد واسمك صلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الأداء الهائل اللي قدمه محمد صلاح في الفترة اللي فاتت، وترشيح لعدة جوائز فردية واعتلاء محمد صلاح قوائم الترشيحات، وفي ظل خروج أسماء كبيرة من القائمة زي ليونيل ميسي وإيدن هازارد، فبالتالي من الطبيعي لما نشوف مقارنات بين محمد صلاح ولاعيبة تقيلة في الملعب حرفيا زي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. أهلا بيكم في كرة شراب، وفي الحلقة دي هنتكلم عن رد فعل كريستيانو رونالدو عن مقارنتي بمحمد صلاح أو أي لاعب تاني. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. أجرت جريدة لاستامبا الإيطالية حوار مع الدون كريستيانو رونالدو، وسألته عن المقارنات اللي دايما بتحصل بينه وبين محمد صلاح أو أي لاعب تاني. رونالدو رد وقال المقارنات دي دايما بتكون ظالمة للاعبين، فكل لاعب لديه قدراته الخاصة التي يتميز بها عن الآخر. لا يوجد لاعب يشبه الآخر، فأنا وصلاح شخصان مختلفان تماما في كل شيء. لقد أجبت على هذا السؤال من قبل، ولكن كما قلت تلك المقارنات تعتبر ظالمة. رونالدو علق على موضوع النتائج الكارثية اللي بيتعرض لها ريال مدريد وقال: لا أود الحديث عن الأندية الأخرى، الجميع يعلم تاريخي مع ريال مدريد. واضح جدا من تصريحات رونالدو أنه سعيد بالمستوى السيء اللي ظهر بيه ريال مدريد. تفتكروا هل من العدل مقارنة محمد صلاح بكريستيانو رونالدو؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا أول بأول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة، ما تنسوش الصلاة على النبي.